قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب المجمد سيف الدين مخلوف. بغض النظر عن ما فعله النائب المجمد في المحكمة العسكرية، شنو رأيك فيه منذ انطلاق مسيرته السياسية والبرلمانية بصفة خاصة؟ والله ايش باش نقول لك، معناها سيف الدين هذا بالحق، معناها انا نحب نعرف الناس اللي انتخبته اسكو هي في كامل وعيها يعني انتخبت الشخص هذاك ولا معناها حتى كي تحل الفيسبوك تشوف كيفاش معناها كان هو يعني انسان مصنف ارهابي، وكيفاش كان هذا رشاش ومصور مع ما نعرفش شنو جماعه ليبيا وقت اللي معناها هذوما جهاديين، مش جهاديين، هم ارهابيين ومصور معاهم ويشجع فيهم. معناها الناس اللي انتخبته ما شافتش هذا كل في الفيسبوك، معناها ما فهمتش يعني شو يقصدوا شو يحبوا، معناها يعني هم انتخبوا على اساس باش يحسن وضعيتهم ولا باش يوخروا التالي. معناها ما فهمتش كيفاش ناس توصل تتجرأ عندها الجرأة معناها والوقاحة انه يكون معناها انسان بالفكر هذا المتخلف اللي مش يزيدنا حتى شيء وما زادنا شيء من اللي جاء يحط روحه نائب. معناها كيفاش جاتها الوقاحة يعني هكا وثقة في النفس انه يحط روحه نائب والناس تنتخبه وتصفق له، معناها فريمون فيلم هوليود ينشوف فيه، ويا اخي فاتوا جماعة الامريكان في الاخراج وفي التمثيل وفي كل شيء والناس تصفق له كل شيء. شيخ حوين ماشيين يا اخي، وين ماشيين؟ وين ماشيين؟ اش تحبوا معناها؟ اش تحبوا بالضبط؟ تحبوا تقدموا ولا توخروا؟ شوفوا البلدان، تي افريقيا معناها ولد خير منا، البلدان الشمال احنا اكثر وحايد حبينا ولا كرهنا اخر وحايد في الشمال معناها الافريقي، هذه حقيقة معناها نصارحوا بها رواحنا ونزيدوا معناها على حالنا ونتخبوا واحد لا باش يزيد لا باش يوخر في البلاد، لا عنده مشروع لا عنده معناها برنامج لا عنده حتى شيء، باش داخل ما فهمتش باش داخل، حتى هاو مثلا هاو قاري في الحقوق ومحامي على عيني وراسي، اما شنو القانون الجديد اللي طلعوا معناه الفائده المراه ولا الطفل ولا التعليم ولا الصحه شنو زيد معناه؟ ضرونا هو والنهضه قديش عندهم شادين؟ فماش 10 سنين 8 سنين ريت شي حاجه تعجب انت؟ ما ريت شي تعجب، دونك اوتوماتيكمون السيد هذا اصلا ما يعرفش يحكي هو، فهمتني؟ انا ديجا من بن عروس وهو من بن عروس ونعرف، فهمتني؟ لا يعرف يحكي لا يعرف يتكلم لا يعرف يربح لي جون، فهمتني؟ انا حسب ما نشوف احسن ينفيوه مش حتى يحطوه في الحبس بالرسمي مدام، والله ينفيوه مش هلكونا ضرونا ذيش نعرف انا، وان شاء الله ان شاء الله ما يخرجش من الحبس جم. تقييمك ورايك في مسيرته السياسيه والبرلمانيه لانه برشا يعتبروها ثوري واصلاح؟ لا ثوري كنت تعرفه انت، كان كنت تعرفه قول لي بالك شيء انا ما نعرفوش، لا ثوري لا اصلاحي، هذا انسان ريتها شنيا افسادي مش اصلاحي باهي. معليش ما جمله ما على الحياة ماذا خاطيه السياسه وخاطيه كل شيء، ديجا هو يا اخي شنيا تسمع كان سيدنا الشيخ سيدنا الشيخ سيدنا الشيخ مكاليه الشيخ سايب عليك كله انت ومش الشيخ ومش الجماعه الكل وسايبونا اخويا، ريتها وحدنا تو نعيشوا صح ستار. من دم على المطار وقال له كل الجمهوريه كان كراج يجي لتونس حق له توقف من النهار الاول، دونك حق من التحقيق حكم بالعدل، انسان يتطاول على القضاء سي يلزم الحبس، هذا رايي. رايك في مسيرته السياسيه والبرلمانيه بصفه خاصه وكشخصيه سياسيه؟ لا سامحني، اذا كان محامي توصل شخصيته يجبد الفلوس في البرلمان ويرشق على امراه واللي يدز امراه عمره ما يكون، حتى في المحكمه انا ما رضاش بها حتى وكان يكون يعني جراتوي من عند المحكمه باش يدافع عليه ما رضاش بها. سيف الدين مخلوف كشخصيه سياسيه باهي مش هو خايب، لكن هو يعني تجاوز حدوده ياسر يعني لازروح معناها في فم البير وما حقاش يعمل هكاك هو. اخي انت اصحابك كنت ساكتين كان انت معناها حسب روحك سيد ما تجيش معناها انا معاكم لا تنسونا وشوفوا ساعه البير وقتها شسموا واش ما ثمش ومن بعد يعمل الله ودخل في ياسر حاجات في برشا مواقف وكذا ويتكلم على الحقوق ويجي كذا، لكن ما حقاش معناها يتجاوز الحدود كي يعطي مثلا كما نقولوا رئيس الدوله مثلا كما نقولوا قرار لازم هو يسمع، ما قلناش يتبقى يسمع ساكو ويحل شنو هو مش من بعد لا ولا محكمه عسكريه كي تصدر عليه بالمحكمه يعود معناها يعيط عليها ولا لا ولا لا ولا لا، شنو هي خرته هو؟ شنو هي خرته؟
ها ما فيه منا بطاقة نتاع إيداع بالسجن وسي وهزوا وسي ما عادش فيه. أول حاجة هذا القرار هو قرار صعب، وإحنا نشد على يد القضاء، وإن شاء الله كل قاضي يقوم بالملفات كما ينبغي ويصدر قرارات سواء بالسجن ولا بالإيقاف ولا بالتحفظ على أي شخصية مهما كان الكبير والصغير واللي يتبع الحصير، لأنه ما ثم حد فوق القانون. بالنسبة لموضوع التشفي ما فهم علاش باش نتشفيو، من يخطئ يدفع الفاتورة، واللي يلعب بالبلاد ويتاجر فيها تونس راهي عزيزة، شعبا وحكومة واقفين لهم، وإذا كان ثم عندهم أنصار لأنه مصلحتهم واحدة في السرقة والترافيك وبيع البلاد والتواصل مع جهات أجنبية مدمرة، أما تونس عالية راسها مرفوع وما تطيحش بإذن الله، دعوات الخير وراها إن شاء الله، تونس عليها اللطف، دونك هذوكم أمورهم، أما ما ثماش تشفي، يا أخي مالا اللي يقتل ولا يسرق كي يدخل الحبس نتشفيو فيه، نقولوا له الله يلطف به، ربي يتوب عليه ويخلص وحلو. شنو تقييمك للمسيرة السياسية والبرلمانية للنائب المجمد سيف الدين مخلوف؟ المسيرة اللي سبقت ما شاء الله كلها فداء للوطن وكلها أعمال قيمة، بس بيع على هنا بصورة استهزائية فعلا. السيد هذا سامحني إذا يجوز القول بين ظفرين مجرم، لأنه مش المجرم اللي يقتل روح لا أو يغتصب لا، هو المجرم اللي يتلاعب بالأوراق، المجرم اللي يتلاعب بحقوق الإنسان بحق الشعب اللي انتخبه، يلعب بالبلاد مصلحة البلاد أمن البلاد، عملهم الكلسي مخلوف مشكور جدا يخلف عليه تو. أنا مش نقول فرحت، لا ما فرحتش، مش هذا الكلام اللي حبوا يقولوه. احنا من سقوط نظام بن علي ما تدخلنا مباشرة في قانون الطوارئ، وقانون الطوارئ للأسف ما تفعلش، وكان تفعل ما نوصلوش للمستوى هذا وما نوصلوش للرداء اللي احنا فيها توا. احنا عندنا أرقام توا مسجلة، أرقام رديئة، أرقام تخوف مزعجة ومخيفة. أنا نعتمد على الأرقام الموجودة الرسمية. نظام بن علي خلى أرقام إيجابية شهدها العالم الكل، ولكن الانتخابات التشريعية والرئاسية التي أفضت إلى تلك النتائج والدخول سيف ومن معه ومس النواب ما هوش هذاك المطلوب، ما هوش هذاك اللي احنا نستناو فيه، ما هيش هذيك انتظارات. سيف الدين مخلوف عطاه موفاس امبريسيون على كوادر البلاد وعلى النخبة وعلى الجو العام نتاع البلاد. قاضي التحقيق نتاع المحكمة العسكرية المحترم والمحكمة العسكرية الموقرة الدائمة خدمتها قد هو تو مش يواجه ويدلو بيدلو، وتعرف القضاء يعتمد على الحقيقة والوثيقة وشهود ان وجدوا، ولكن للأسف معناتها انا نتأسف معناتها للمحامات رغم اللي هي نبراس الديمقراطية والحريات والدفاع عن المواطنين. معناتها المحامات تاعنا بخير راهو وما نقولوش غير الكلام هذايا، ولكن عندنا تحفظات وما نسميش الأسماء بمسمياتها احتراما للشخصيات. للأسف معناتها ما كنش نتمنى النهاية نتاعو كان ينجم يقدم استقالته ويخرج من الباب الكبير هو والكيب بتاعه، ولكن شنو الرسائل اللي قدمتها للشعب التونسي وللشبيبه اللي طالعه؟ ما قدمت لهم حتى شيء. قدمت معناتها العنجانيه والتمرد والعصيان على الصالح العام وعلى الدوله وعلى الاجهزه، وهذا مرفوض. مرفوض معناتها كمبدا وطني وكمبدا معناتها مواطن يلتحم مع الاجهزه ويلتحم مع الصالح العام والانضباط الى القانون. للاسف مره اخرى ونقول معناتها الصوف يتبع بالجرام. احنا تو في مرحلة دقيقة والمرحلة نتاعنا معناتها تستوجب الانضباط والرسانة. وكما تشوفوا تو في الأوضاع، أنا إن شاء الله نمر بسلام وإن شاء الله ننجحوا في انتقالنا وإن شاء الله نكونوا احنا درس للي جاي فيما بعدنا. تقييمك للنائب المجمد سيف الدين مخلوف كشخصية سياسية وبرلمانية، وتقييمك أيضا لمسيرته السياسية والبرلمانية؟ لا أنا ما نجمش نقيمه لأنه بيدو في حد ذاته ما عنده شيء وهو ما يتقيمش. احنا نقيموا العلماء ونقيموا الإطارات ونقيموا النخبة. هو للأسف الدنيا لعبت له بشيء ولا عاد مس النواب ما قيموش، ما عنده حد شيء، ما أفاد بحتى شيء. هو ظرف الكروم معناتها متمرد، معناتها واحد يتحفظ باش ما يقولش كلام خارج الإطار، واحنا توا نواجهوا في المواطنين ونعطيه في معلومات المواطنين. للأسف مرة أخرى لم يمثل الجهة متاعه ولم يمثل الصالح العام مرة أخرى،
واللي تمرد على البلاد هذية بين معاقفين، بلادنا راهي سخونة برشا راهو.